مسلسل ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة ده كان مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق رحمه الله، بيتكلم فيها عن بعض الأمور المتعلقة بالرعب والإثارة ونحو ذلك. وهو اللي عجب الناس في الشخصية دي، أو الشخصية اللي هي بطل ما وراء الطبيعة، إن البطل ده مش بطل بقى وعضلات وذكاء خارق وقوة خارقة، لا ده كان راجل عنده تصلب شرايين وكان بيطلع السلم ينهج وشكله مش حلو، اللي بيسموه يعني الأنتي هيرو. فده جذب كتير من الناس وتعلقت بالشخصية وتعلقت بالسلسلة، لغاية ما قررت نتفليكس اللي هي تحول السلسلة دي إلى مسلسل في التلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب، فيديو جديد. طبعا أنا كنت من الناس اللي بتقرأ سلسلة ما وراء الطبيعة، طبعا أنا كنت صغير، ومش بتكلم دلوقتي خالص عن الحكم الشرعي لقراءة مثل هذه الروايات، والأمر مش سهل في إقرار أو في بيان حكم شرعي في الموضوع ده، إنما بتكلم فيه إن كان حلم بقى عندنا وإحنا صغيرين إن القصص اللي بنقراها تتحول إلى واقع درامي. فأنا باخد النموذج ده عشان نقول يا أخوانا مثال إن إحنا فعلا محكمين شرع ربنا في كل حاجة في حياتنا ولا لأ. أنت كان نفسك في حاجة معينة وبدأت تتحقق، خلاص أنت نضجت بقى دلوقتي وبقى عندك تصورات وعندك تدين وفاهم قال الله وقال الرسول وإيه الصح وإيه الغلط من الناحية الشرعية. فلما تلاقي حاجة زي كده بتتحول إلى شيء أنت تتمناه لكن وجدت فيه مخالفات، هل هتتبع هواك ولا هتتبع الشرع والدين؟ مفيش مسلسل يا إخواننا هيكون خالي من المخالفات، مش خالي من مفيش مسلسل تقريبا خالي من العنصر النسائي بما فيه من تبرج واختلاط ونحو ذلك. مفيش مسلسل خالي من المعازف اللي هي حرام عند الأئمة الأربعة، غير أصلا إن ساعات يصور لك الشخصية الشريرة أو السيئة في صورة جيدة فأنت تحب تقلدها، ودي أخطر ما في المسلسلات والأفلام، تتعاطف مع العلاقة الحرام ويبقى الراجل ماشي مع البنت في الحرام وأبوها طالع فأنت قلبك يدق إيه ده طالع السلم، وهو أصلا الأب صاحب الحق لكن هم اللي ماشيين في الغلط، فأنت تتعاطف مع الحرام لأن الاتجاه بتاع المسلسل دفعك لذلك، فتبتدي تختلط عندك المفاهيم. فمعنى بقى إن في مسلسل نشوفه ونتفرج عليه بدون بقى بصرف النظر بقى إن ده موافق للحق ولا لأ أو فيه مخالفات ولا لأ، ده يا إخوانا التدين الحقيقي مش اللي أنا أقيم الليل أو صوم اتنين وخميس وبس، اللي أنا حكم الشرع في كل حاجة. فده حاجة أنا بحبها ونفسي أتفرج عليها، لأ ما ينفعش. ليه؟ لأن في مخالفات شرعية. وتلاقي بعض الناس يقول لك ده عمه دكتور أحمد خالد توفيق اللي أنتوا لما تتفرجوا على المسلسل ده كان حلم حياته. يا ابني أنت ممكن تضره كده أصلاً. ومش المشكلة في إن الست كانت لابسة باروكة في المسلسل ولا مش لابسة، مش هو دي النقاط اللي نتكلم فيها، المشكلة نتكلم في الدين يا إخوانا والشرع. ما نتكسفش من الدين. لازم الأول نحكم كل حاجة على دين الإسلام، هو ده طبيعة دين الإسلام إنه دين مهيمن على حياة الشخص. زائد بقى إن نتفليكس أصلاً هي النهاردة رائدة الإباحية والشذوذ، بتعمل أفلام تنشر فيها الأمور الحرام هذه، بتنشر زي ما أنتوا عارفين أفلام كتيرة فيها إباحية وفيها شذوذ وفيها مخالفات كتيرة جداً. فأنا لما أشترك في القناة دي عشان أتفرج على مسلسل ده أو غيره كأني بدعم، كأني بقول له خدي اتفضلي خدي فلوس عشان تنشر رسالتك الفاسدة على مستوى أكبر. فلازم يا إخواننا نفكر في النقاط دي قبل ما نكون كده ماشيين في الأهواء والرغبات الشخصية والشهوات الشخصية بدون ما أقيس الكلام ده على الدين اللي أنا هتحاسب عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لازم تحكم الشرع في أحوالك كلها، فبصرف النظر عن أي حاجة قيس دايما أعمالك على ميزان الشريعة، سواء بقى مسلسل ما وراء الطبيعة، مسلسلات أخرى، أفلام، أمور تتعلق أو تتعرض لها في حياتك، لازم دايما توظف أو تشوف أحكام الدين مطابقة وموافقة للكلام ده ولا فيها خلاف أو فيها مخالفة لهذه الأشياء. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة، أشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم.